الإجراءات الرياضية. نقدموا الاقتراح هذا لزميلي السيد وزير الصحة اللي راح يقدموا لي اللجنة العلمية لدراسة إمكانية فتح المنشآت الرياضية العامة والخاصة شريطة القيام بالتلقيح، يعني للناس اللي يدخلوا لهذه المؤسسات يقدموا ان باس سانيتير بيان سور، بالإضافة إلى بروتوكول صحي خاص بهذه المنشآت. إذا كان قدرنا ننجحوا في هذه العملية راح أولا ترجع الملاعب وترجع المؤسسات الرياضية إلى حالتها الطبيعية بالجمهور نتاعها، وحتى القاعات قاعات لا ميسكيلاسيون ولا لي سال دو جيم نتاع الخواص ايضا ترجع للحياه الطبيعيه، ويقدروا الناس تمارس حياتها بعد عمليه التلقيح، ونقصوا من الاضرار اللي ممكن راح تتسبب بهذا العزوف اللي رانا نشوفوا فيه من بعض الناس للاستفاده من هذا التلقيح. التلقيح كما كان يقول السيد الوزير هو الحل الوحيد لتعدي هذه الازمه، بالاضافه طبعا الى الاحترازات الصحيه التي يجب ان نبقى نحافظ عليها حتى ولو كنا في حاله التلقيح.